أننا كنا محطة بمدينة العريش وجبرنا الناس جمعيات دايرة اليوم تأسيس الحوادث السير وهالشي بوحدو راه ما كافيش خصنا نكرسوا هاد الثقافة للوليدات ديالنا في المجتمع ديالنا كنناشدوا المسؤولين السلطة المنتخبة باش توفر التشوير الطرقي العمودي والأفقي اللي من خلاله كتعطي المناسبة والفرصة للجمعيات باش تقوم بدور التحسيس ما يمكنش نقوموا بدور التحسيس ميداني في غياب علامات التشوير لا الأفقية ولا العمودية وهاد علامات التشوير هي أحد الأسباب ديال الحوادث إذا اللي كنتمنى تكون هاد علامات التشوير موضوعة في أماكن محددة مرة أخرى نشكروا جمعية صاحبة اليوم الأول كان يوم تأسيسي في المحطة الطرقية كان فيه جوج الأنشطة النشاط الأول اللي كان هو كان نشاط كي يعني كيستهدف المسافرين ومواطن عامة ونشاط اللي مشى يستهدف المهني في هذه المحطة ديال سيارة الأجرة الصيف الأول المهم كنشكر الإخوان في أبنين كنشكر أعضاء الجمعية اللي سهروا على هذا الحدث هذا وما كيوجدوا لهذا الحدث هذا مشكورين شكر خاص ونتمنوا بحال هذه الانشطه هذه ما توقفش عند اليوم الوطني للسلامة الطرقية نتمنوا هذه الانشطه التأسيسيه والانشطه التوعويه من جميع الميادين وجميع المجالات هذه المدينه كنا صراحه كنت متاخر مثل هذه الانشطه هذه وكنوجه نداء لجميع المنظمات وجميع الجمعيات وجميع النقابات اننا ندير يد في يد الصورة ديال هذا المدينة هذا تنظيم مثل هذا الأحداث حاضرة تنظيم ديال هذا النشاط هذا السلامة الطرقية صراحة كنت الإغاثة والإنقاذ كنشاركوا مع جمعية ليكسوس لمهني السائقين اليوم حنا كنخلدوا الذكرى السنوية ديال السلامة الطرقية اللي كتشكل واحد التحدي كبير بالنسبة لنا كاملين كسائقين وكراجلين هادشي علاش كنت كنسولو أول سؤال واش أنت سائق أو لا راجل علاش؟ حيت الراجلين عندهم نصائح ديالهم خاصة والسائقين عندهم نصائح ديالهم خاصة السائق كنت كنسولو على العربة ديالو علاش؟ حيت حنا ملي كنتسبو في واحد الحادث ماشي العربة هي السبب وإنما اللي كيصوبها علاش؟ حيت العربة خاصها الفيدون وخاصها المراقبة التقنية الصيانة وكل شيء يعني خاصك أنت اللي تراقب السيارة ديالك حيت أنت مسؤول على الحياة ديالك بالدرجة الأولى إذا كنت سائق راك مسؤول على أرواح ديال الناس اللي كتهزهم يوميا إذا خاصنا دائما ناخذوا الاحتياطات ديالنا كنت كنسولو على الموايد على كل ما يتعلق بالمركبه يعني هذا كيدخل في جانب ديال السياره نعم قلتي لهم اكثر من هذا على ان السائق خصو يكون بصحه جيده طبعا يكونش متناول شي ادويه وينعس والفكره ديال التليفون قلتي واحد زدتي واحد النقيطه زوينه عجبتني مزيان راه واخا كتكون داير السناته ديزيل في المدن ديالك راه يمكن يجيك شي يعني في استراتيجي خبر شي واحد يعصبك اكثر من هذا يقدر يجيك خبر شي حادثه لا قدر الله العائليه تفضل حيت كنعرفوا ان رده الفعل ديال السائق وهو عنده مسافه الامان هو ثانية وحده ما بالك اذا ما كانش عنده مسافه الامان وجا شي خبر اللي فقدوا التركيز ديالو اذا راه كارثه داكشي علاش خاصك تكون في كامل الوعي ديالك والتركيز ديالك كامل منصب على الطريق
هذه هي الرسالة. بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل ليش النصيحة اللي كانت كنتعطيهم؟ ولكن أنا كنفتح واحد القوس، سمحوا لي أنا كنفتح واحد القوس للأسف، أننا كنخرجوا حنا كنقوموا بواحد اليوم تحسيسي وكنبلغوا هذه الرسالة، ملي كنمشيو لأرض الواقع كنلقاو العكس، خصنا نقولوا الحقيقة. الممرات الرجل ديالنا كاملة ممسوحة، هذا واقع. فكيف كتظن انت واحد الانسان يدوز الممر الرجلين؟ بعض المرات كيكون دايز الممر الرجلين ومول السياره راه ما جابوش، الله هو الممر الرجلين كيدوز واحد السرعه كيوقع واحد. نقطة أخرى بالنسبة للرجلين، كنتمنى على أن تكون عندنا واحد الثقافة ديال التعامل مع التشوير الأفقي اللي في الأرض. الأفقي اللي هو طبعا التشوير اللي في الأرض، ما نجيوش ندخلوا نقطعوا الطريق. كنأكدوا على هذه المسألة، علاش؟ لأن هذيك الطريق حنا عندنا تروطوار، حنا الرجلين هو تروطوار. حنا ندخلوا واحد الملكيه اخرى ديال السيارات، اذا خصنا نحاولوا نتعاملوا معها. اول حاجه راه خص الانتباه والتركيز حتى الراجل انه ما يجيش ويقطع، يوقف حتى توقف المركبه. في اللحظه اللي يوقف وتوقف المركبه كيمكن يكونوا جوج ثلاثه ويقطعوا. عندنا مشكل اخر هو اللي كنشوفوه في وسط المدينه، انطيكو جوج طرقات كيديو وجوج كيجيبو، واحد السياره وقفت في هذا الجانب، هذا الجانب هذا خاوي، اللي جاي من اللور كيشوف السياره وقفه كيضرب لها وكيدوز، كيدوز المواطن كيتصرف الحادثه. اذا خصنا حتى المواطن يوصل حتى لديك المركبه ويوقف حتى يتاكد ان الباساج راه خاوي ما جاي حتى شي سياره. تفضل بغات تزاد شي حاجه. بالنسبه للراجلين اذا ما كانش عندنا واحد التشوير طرقي، بالنسبه للناس اللي في البوادي مازال ما عندهمش التشوير طرقي، دائما نمشيو عكس الطريق. نلاحظوا مزيان طريق مش عامره ولا قويه. بالنسبه لنا في المدينه، حنا مدينه صغيره ما عندناش باساج بيتون بزاف، ما كاينينش بزاف. اذا خاصنا ضروري اذا كانت طريق كبيره نوقف بدك جوج خطوط، هذيك راه ماشي مشكل غتوقف فيها تصبر الطريق ديما اليمين ولا اليسار، حيت ماشي دائما السائقين كيكونوا في الوعي ديالو يقدر يجي شي واحد من اليسار. دونك دائما ناخذوا الاحتياطات ديالنا، التشوير الافقي والعمودي بجوج. إذا بلادنا، هذه المعلومة عامة، بلادنا خطات واحد المخطط استراتيجي اللي العمر ديالو كان 10 سنوات، اللي بدا في 2015، هادشي خصكم تعرفوه، كان كيستهدف هذا المخطط ولا زاد وكيعرف انخفاض حوادث السير، يعني الطرقان، إصلاح الطرقان، كذا اللوجيستيك على مستوى القوانين، الأمن الوطني وكذا، هذا الجانب هذا نجحنا فيه نسبيا، كيبقى الجانب الآخر هو ديال المواطن، قلنا هذا المخطط اللي الآن دخلنا في الخمس سنوات الثانية ديالو. يعني في 2021 دخلنا في خمس سنوات. المخطط كيستهدف بالدرجه الاولى الراجلين بصفه عامه، الراجلين بصفه عامه. المخطط كيستهدف كذلك، كيستهدف كذلك اصحاب الدراجات الناريه، اصحاب الدراجات الناريه، كيستهدف كذلك اصحاب المركبات اللي كتعرض لحوادث الراسه. واحد الانسان غادي يسايق لا قدر الله تيدخل في الشجره بوحده ماشي مع سياره اخرى، وكيستهدف هذا المخطط كذلك الحوادث المهنيه، وكيستهدف كذلك الاطفال اقل من 14 سنه اللي كيتعرضوا لهاد الحوادث ديال السير. الحديث شيق وجميل وطويل في هذا اليوم التخصيصي، غادي نرجع للاخت سعاد ما غادي ندير شي اضافه. تفضل. السلام عليكم. اضافه لما قاله الاخ والاخت رجاء، هاد اليومين اللي كنتفرج في البازار وكنسمع واحد الكلمه حققت في الناس ديال الشمال، قالوا بان الناس ديال الشمال هم اكثر ناس نظاما للسلامه الطرقيه. كيفاش؟ يعني حنا اللي كنختاروا الرصيف، حنا اللي كنشوفوا يعني العربه مجه وكنحمدوا كنعطيوها هي الاسبقيه، يعني هذا راح تحفيز لينا، هذا راه شي حاجه مزيانه بالنسبه لينا حنا في الشمال. نتمنوا هادشي يتعمم الشمال والجنوب والشرق والغرب. السلام عليكم. شكرا للفعاليات، يتعلق الامر بالفعاليه المنظمه اللي هي جمعيه ليكسوس للمهنيه للسائقين، المنظمه المغربيه للاغاثه والانقاذ، وكذلك اكاديميه بوفاز للسياقه المهنيه. أنا أولاً كنرحب بكم في الفضاء ديالكم، هذا فضاء عمومي ديال مدينة العرائش، يا ريت ينشط مثل هذه الأنشطة التأسيسية والتوعوية
ويكون الى جانب السلامة الطرقية تكون انشطة اخرى ان شاء الله، لانه فضاء انيق ويستاهل على ان الساكنة العريش والجمعية العريش تنشط فيه بهالطريقة الراقية واللي في المستوى. اولا كنرحب بكم، كنقولوا حنا ضياف عندكم في النشاط ديالكم وذلك، ولو اننا حنا هنايا مسؤولين على المحطة الطرقية، ولكن حنا ضياف عندكم ونتمنى الزيارة ديالكم ما تتعطلش المحطة الطرقية وتواجدوا وتبدلوا كل شيء طيب وجيد، لان اي مرفق سنتحاموا عليه كاملين من اجل يستمر في هذا الرونق ديالو والجمال ديالو. التواجد ديالكم هنا كيجي في اطار الاسبوع الوطني ديال السلامة الطرقية. كنحييكم على هذه المبادرة، نتمنى لكم مبادرات اخرى، وبالعكس انتم نشوفوا هذا الفضاء، وكنقول لكم ان هذا الفضاء مفتوح للجميع وخص على اي واحد يدخل ويحس اللي ينزل من الحافله يدخل المحطه العريش يحس راسو في مدينه العريش، لان المحطه الطرقيه هي الصوره النمطيه الاولى اللي كتشكل لدى اي مسافر على المدينه اللي كيدخلها. وبالتالي حنا الا كانت هذه المحطه نحافظوا على هذا الرونق ديالها وهذا الاداء ديالها راه هي مسؤوليه الجميع، مجتمع مدني، إدارة، مسؤولين، سلطة، لأن هذه الصورة اللي كنقدموها لأول سائل المدينة ديالنا الحافلة. دمتم رائعين، دمتم بكل فخر واعتزازنا، وشكرا لكم وتحياتي. شكرا لكم.